لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. طيب رح نحتاج لسبانخ، قرع، زيت زيتون، كمون، جبنة طرابلسية من دبلبان، جوز، تمر، ليمون، خل، بلسمك ورمان. هلأ هون بدنا القرع مقطعته، أوكي، بدي أحطه بصينية وبس رح أحط عليه يا خلود شوية زيت زيتون. هذا حلو لا هاي سلطة. بدنا نحط عليه شوية زيت زيتون وشوية كمون، تمام، ونحطه شوية كمون لين، أوكي، ونحطهم بالفرن بس نشويها بالضبط. أوكي، بدها، لا بدها وقت لأنه أنا مقطعته كبير، فبدها وقت شوي. بدي أحركها بس عشان يجي زيت على كلهم. هلأ هاي كمية كتير قليلة، أنا عاملة أوريدي مشاويتهم ومجهزتهم. هاي بدها تدخل الفرن تقريبا لنص ساعة. والله هالقد بياخذ وقت. يا بس القرع مو طري. فهدول بدي أحطهم بالفرن. طيب بدي اياكم تكتروا المجدال كثير وقت، تقريبا اقل من 5 دقائق عشان الكل يكون داخل معنا على السحب. الاسماء تفوت معنا على السحب، شاركوا اكثر ما بتقدروا على صفحتنا على الفيسبوك عمان تي في اوفيشال. ايش مالك صفا؟ لا لانه كنت اقول راديو فن جوردن فراحت عمان تي في اوفيشال. طيب عم نستخدم هون جبنه طرابلسيه من دبلبان. انا بالنسبه لي رائعه للسلطات، رائعه. هذاك اليوم عملنا فيها، ايش عملنا فيها يا مروه؟ عملنا فيها عمايل برضه سلطة على فكرة. عملنا فيها سلطة كتير زاكية. افتح لك اياها. هي مقص. ملمسها هي، لا هي بين الفتة ولا هي الحلوم، عرفتي؟ وملوحتها مناسبة. عملنا فيها دب هذيك المرة. حلو. نلبس كفوف انا ونطبق السلطة سريعا. عندي هون شايفة كيف بيطلعوا مشويين وجاهزين. خلاص زي البطاطا طالع معك، زي البطاطا المشوية. اوكي، ايش بدك تعملي؟ بدي اكل. بقول لي عم بتساعدني. بدي اكل من الجبنة. طيب. واجرب الجبنة الطرابلسية. بدنا نحط قد ايه زعكة؟ طرية كثير. بتشهي صراحة، رائعة. طيب أنا هون عم بحط من القرع المشوي، تطلعي قد ايه طري. طب اسمعي أقول لك أغششك. غششيني. خدي هاي القطعة بمعلقة أو بشوكة أو بإيدك. ايش حطيتي عليها؟ حطي عليها شوية جبنة. زاكي. خلود بالفاصل بتقولي ذوقيني، جوعانة. أنا مش قادرة. يعني أنتوا لو محلي لما تشوفوا هيك أكل عن جد بصراحة ما بدكم تذوقوا؟ لا طبعا مستحيل، حد بده يذوق. رائعة. انت ايش حطيتي عليها هاي؟ كمون. وزيت زيتون فقط لا غير. كمون شغال يا بندر، فقط لا غير. طيب هلا برضه تطلعي بدنا نحط شوية تمر مع القرع. أنا مين الجلي؟ عليكي اليوم. على مين الجلي اليوم؟ رح نحط شوية تمر مع الشوربة مع السلطة برضه. ايوه بيعطيها شوية حلاوة. أنا بحب التمر بالسلطة. التمر مفيد، بحب الفواكه مع الخضار. فلسف بس معروف أصلا، بقول لك لازم الوحدة تاكل على الريق 3 تمرات. صحيح. أو عدد فردي يعني من التمر بضبط لك الأمور. بدنا نحط جوز كمان. خلود قولي حبيبتي، قولي قولي. ومخلي العصفور، نريمان، أمونة، أصيل الهنداوي، ياسمين، روان، أبو يوسف العورتاني، أسيل، عبير، ريما، أم مصطفى، انشراح، إيمان سالم، ياسمين جودت، كل الناس اللي عم بيشاركوا معانا يعطيكم العافية. شيف كتير شيء مرتب وحلو ناهدة. بدي أورجيكي قدي الجبنة الطرابلسية مقاطعة إلك. طلعي قدي سهل حتى أنك تقطعيها بإيدك قد ما هي طرية. لا وبعدين أقولك شغلة، لا مالحة ولا مش مالحة، عشان هيك بتيجي ممتازة مع السلطات. بالضبط بالضبط. زاكي حشوة معجنات على فكرة. أيوة الناس صح. طيب هلأ بعد ما حطينا جبنة، خليت لك هاي العروض كانت جيدة، هياخدها مع البيت كوي. أوكي آخر إشي بدنا نحطه رمان على السلطة. الله يعطيها برضو حموضة. من منك هاي الفكرة تاعت السلطة؟ انا بحب اظني اعمل يعني ما يعني مش موجوده انت، هذا اختراع. بحب اخترع سلطات. بحب ادمج الخضار والفواكه والاشياء. انت لانك رايحه اكثر على الغربي.
على الغربي. الغربية يعني. طيب آخر إشي يا خلود بدنا نعمله، بدنا نحط شوية زيت زيتون اللي هي الدريسنج تبع السلطة، ما بدنا نخلطها، بدنا إحنا نسقي السلطة فيها. أوكي عنا كمان ليمون. ليمون منكتر شوي، زيت زيتون ما كترت عشان البطاطا اوريدي عليها. ما بدي تطلع مزيتة. وآخر إشي خل بلسمك. الله مع الرمان مع الرمان مع القلع. عن جد استمتعت والله.